هنقارن طبعا ماتشات بكره. فامبارح كان معايا الكابتن تامر النحاس وكيل الكابتن ايهاب جلال، وقال العديد من الامور وهو مسؤول عنها، ومن ضمن من ذكر اسماءهم كان الاستاذ ياسر يحيى، اتكلمنا النهارده لانه من حقه ان هو يوضح، وكان الكابتن انور شلوفه قريب الصله باداره المصري البورسعيدي، واللي هو مسؤول ايضا بشكل او باخر عن التعاقدات في النادي. فالكابتن تامر النحاس اتكلم عنه، فمن حقه تماما ان يرد على هذه الاقاويل. فهو معانا على التليفون دلوقتي المحترم الكابتن انور شلوفه. كابتن انور اهلا بيك منورنا. اهلا بيك استاذ هاني، واهلا بالساده المشاهدين. بدايه بشكرك اتفضل. وبشكرك ان انت اديتني فرصه ان انا ارد. لا ده ما لا يستحق اي شكر، ده حقك وامر، ما عملناش اي حاجه كويسه يعني بالامر ده، حقك وده برنامجك واسمك اتقال فمن حقك ترد. طيب مبدئيا بس لو ينفع توطي صوت التلفزيون لو انت مشغله. لا مش مشغل التلفزيون. طيب ممتاز. ثانيا، هل ليك منصب في المصري البورسعيدي يا كابتن انور؟ لا، هو الموضوع كله انا مش مدير تعاقدات زي ما ذكر. الموضوع كله ان الاستاذ كامل ابو علي راجل بيثق فيا من فتره طويله، بقى لنا 12 سنه بنشتغل مع بعض، وكان ليا تجربه سابقه معاه وكانت انجح تجربه تقريبا في تاريخ النادي المصري. كوننا فرقه قويه جدا في الفتره دي، قدرت تعمل مباراه قويه بالفوز على الاهلي والزمالك والاسماعيلي، وكانت اقرب فرقه كوناها تقدر تقول تاخد بطوله محققه. وبناء عليه تم ثقه، حصلت دايما على اتصال ببعض. تمام. وانا بالنسبه له مصدر ثقه. ايوه. في مهام معينه هو بيكلفني بيها مع الاستاذ ياسر يحيى مسؤول التعاقدات والمشرف على الكوره، وانا بدوري كوكيل لاعبين برشح له اللعيبه سواء معايا او مع غيري، ومنهم لعيبه مع تامر النحاس اللي هو محمد دبش. ايوه. وبنشتغل بناء على الثقه المبنيه بيني وبين الاستاذ كامل ابو علي. تمام. هو ذكر فيها شويه حاجات اتكلم فيها مغالطات كتير. يلا نرد على واحده واحده، اتفضل. واحده واحده. اول حاجه، هو كان في تخوف لما جينا نجيب الكابتن ايهاب من تجارب سابقه في الاخ تامر النحاس. كان بيصدر دايما للعيبه ان انا وكيل الكابتن ايهاب جلال، وبيصدر للنادي ان دي احتياجات الكابتن ايهاب جلال. المجلس اللي قبلنا كان عنده مشكله كبيره معاه، ان جاب 3-4 لعيبه كلفوا النادي فلوس كتير، وتقريبا مشوا بعد 4 شهور بدون مقابل. فكان صدى التعاقد مع الكابتن ايهاب جلال التخوف من وجود تامر النحاس. ايوه. فصلناه عن القصه دي، وده تقريبا ما عجبوش. ولما جه قعد معايا حاول يطالبني بشكل مباشر بعموله لي، وده تم رفضه. بعموله عن التعاقد مع الكابتن ايهاب جلال؟ بالظبط. ولو انا مش صادق في الكلام يطلع يكذبني في الكلام ده. ما دام مش هنطلع ورق يثبت ده فخلاص يعني مش لازم نقولها، لكن مش هو ده حقه؟ مش هو كوكيل للمدرب من حقه ان يبقى ليه نسبه؟ لا، مش من حقه، لان هو بينتمي للمدرب. واحنا ما طلبناش منه اي شغل او اي اعانه، احنا كلمنا الكابتن ايهاب مباشر. بس هو وكيله فمن حقه نسبه. هو من حقه من حقه ياخد من الكابتن ايهاب مش من النادي. تمام، اوكي. تمام. معايا اكتر من مره. بحجه ان في لعيبه، وده طبعا اللي مضايقه، وده اللي عامل له مشكله بالنسبه لي يعني. انا عامل له مشكله ان هو قعد معايا وعرض عليا بعض اللعيبه، احتراما للعيبه دي مش هذكر اسمائها، لكن ممكن اذكر من انديه ايه. اكتر من 7 لعيبه دون المستوى، بحجه ان الكابتن ايهاب كان عايزهم، وعلى الواتس متسجلين عندي ومع الاستاذ ياسر يحيى، وده ما تم رفضه. مين اللي بيقيم ان هم دون المستوى او مستواهم يليق بالمصري؟ مش المدرب نفسه عايزهم؟ المدرب جه بعد التعاقد مع لعيبه مميزه جدا 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 جدا، دغموم، مروان حمدي، وتم التعاقد مع محمود جاد، ودي اللعيبه اللي احنا جايبينها النادي. محمود جاد، دغموم، مروان حمدي، حسين السيد، فرانك ايتوجا منتخب الكاميرون الاولمبي، وعمرو سعداوي. هي دي اللعيبه اللي جت. تمام. وبمعرفه الكابتن ايهاب.
باستثناء دغموم ومروان انا اللي جبتهم بشكل مباشر قبل وجود الكابتن ايهاب. تمام. فاحنا بندرس النهارده الكوره يا استاذ هاني ما فيهاش خلاف. اللاعب الكويس بيبقى معروف كويس. بس المدرب ليه راي. فده لا يعني لو الكابتن تامر النحاس عايزهم للكابتن ايهاب جلال اللي هو عايزهم فدي لا يعيب للكابتن تامر. باعت لي اسماء على الواتس وزي ما قلت لحضرتك ليه تجربه سابقه في النادي المصري وكان فيها مشكله كبيره جدا مع الاداره السابقه بسبب اللعيبه دي اللي كلفت النادي فلوس. تمام. ومع ذلك جابهم ومشوا بعد 4 شهور. تمام. كان عايز نفس اللعيبه دي تاني؟ لا. لعيبه تانية مش عاجباكم انتوا؟ لعيبه تانية في نادي التليفونات بني سويف وفي انديه تانية. وقعد معايا حاول يقنعني ان انا اقنع الاستاذ كامل ابو علي ان يرعى نادي تليفونات بني سويف مقابل ان احنا نحط لعبتنا فيه يمثلوا النادي. واكتشفت بعد كده ان هو ليه فلوس عند الناس وعايز ياخدهم من خلالنا وده ما تم رفضه.